بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا زدنا محبة من لدنك حتى نزداد حبا لك يا ربنا. أمين يا كريم يا عزيز. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركات أروى. البارحة توقفنا عند الآيات الأخيرة من سورة الليل، أذكركم بها: وما لأحد عنده من نعمة تجزى، من نعمة تجزى أي نعمة ينتظر منها الجزاء، يعني يتقدم نعمة لغيرك وهي في الحقيقة مقابل أن تجزيه، لكن هو يطلب الجزاء عند الله إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، لأنهم يعمل فيها مش من انتظار، انت مش تشكر باللسان ولا بالأعمال، لا، بل يريد أن يرضى المولى عنه حتى يراه. وعندكم انتم نسيتوها كلمة شكرا، يا كرب ويا عجم، كلمة شكرا ما عادش موجودة، يعني ما عادش تعرفين ببعضكم اللي تجموا تقدروا تقدموا معروف أو تقدروا تساهل، تقولوا بارك الله فيك رسالة الطريق، بارك الله فيك اللي وقفت معايا، بارك الله، هذه ما عادش موجودة بركة، ماكش مستعرف بيه. هذا واقع الشرق والغرب، وهذا تاريخ كامل يقول اللي يتكرر كانكم ترضوا به عمدا والعياذ بالله، بل نحن لا نقوم بعمل إلا لوجه الله تعالى محبة فيه وإحسان لخلقي ولا غير، لا ننتظر لا شكران ولا جزاء، ولا ما يجبش يكون جزاء أوفى إلا من عند الله الذي يوفي في الجزاء ويعطي ولا يمل في العطاء والسلام.